هناك وجد علم يسمى علم البيولوجيا الزمنية، يدرس علاقة بين حدوث بعض الأمراض وأيضا في بعض الأوقات مثلا في اليوم أو الفصول من السنة. فدراسات وجدت معدل حدوث الجلطات القلبية والجلطات الدماغية في الفترات الصباحية، يعني قرب صلاة الفجر، خاصة يعني الجلطة القلبية والدماغية بسبب تغيرات. هناك يزيد إفراز هرمون الكورتيزول وأيضا هرمون الأدرينالين، أيضا يعني تنشط في الجهاز العصبي السمبثاوي. هذا بما يخص الجلطات الشريانية. لذلك احنا ننصح من لديهم ارتفاع في الضغط الدم، نقول قيس له الضغط فترة الصباحية، إذا كان منتظم فترة الصباحية هذه أفضل يعني مؤشر، يعني لا نغفل بقية اليوم ولكن الفترات الصباحية مهمة جدا. أيضا وجدنا الآن بما يخص الجلطات الوريدية في فصل الشتاء، نقصد جلطة الرئة اللي تسبب الموت الفجأة وأيضا جلطة له الساق تكثر في فصل الشتاء. الباحثون وجدوا أن نسبتها تزيد معدل 15% مقارنة مع له يعني فصول السنة الأخرى. طبعا الأسباب تكمن ب يعني هناك يزيد الخمول البدني، يقل النشاط البدني، تقل ممارسة الرياضة. أيضا قد تعزى الأسباب، البرد يسبب تقلص برودة في الأطراف وتقلص في الأوعية الدموية، تقلص الأوعية الدموية يسبب بطء تدفق الدم، قد يزيد أيضا في له زيادة قابلية للجلطات، إضافة إلى تغيرات في مكونات الدم نسميها زيادة قابلية الجلطات. فلذلك وجب التنويه ويعني الرسالة من خلال منبركم، نزيد من كمية النشاط البدني، الرياضة، نقول 10,000 خطوة يوميا بمعدل يعني أدنى، أو 30 دقيقة يعني 5 مرات في الأسبوع. أيضا نزيد من تناول السوائل. أيضا في فترة البرد يقل الشعور بالعطش، لأن ما نبذل مجهود ما نعرق فنقل السوائل، لا لازم نزيد كمية تناول السوائل بمقدار 3 لتر يوميا.